وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لم أكن أعلم. في حلقة اليوم سنتحدث عن النظرية النسبية ونشرحها بشكل مبسط، لكن في البداية علينا أن نعرف ما معنى أن جسما ما يتحرك. نقول أن جسما ما يتحرك عندما تتغير المسافة بينه وبين جملة المقارنة، وفي هذه الحالة نحن نقول أن المكعب يتحرك نسبة لجملة المقارنة وهي الكرة الحمراء، لأن المسافة بين الكرة الحمراء والمكعب تتغير وليست ثابتة. الآن دعونا نجعل المكعب جملة المقارنة. سنرى أن الكرة الحمراء هي الجسم المتحرك، على عكس الحال عندما كانت الكرة الحمراء هي جملة المقارنة. مثال آخر، لدينا شمس وقمر. في هذه الحالة نرى أن القمر يدور حول الشمس لأن الشمس هي جملة المقارنة، لكن إذا كان القمر هو جملة المقارنة فسنرى أن الشمس هي الجسم المتحرك. فإذا سألتكم هل القمر يدور حول الشمس أم الشمس تدور حول القمر، في الواقع من المستحيل معرفة الإجابة، فالمراقب على القمر سيقول أن الشمس تتحرك والقمر ثابت، والمراقب على الشمس سيقول أن القمر يتحرك والشمس ثابتة. وهذا هو المبدأ الأول في النسبية، والذي ينص أنه لو كان لدينا جسمان أحدهما ثابت والآخر متحرك فمن المستحيل معرفة من الجسم الثابت ومن الجسم المتحرك. هل هو المكعب أم الكرة؟ هل هو القمر أم الشمس؟ لا أحد سيعلم. الجميل في النسبية أن الجسم الواحد من وجهات نظر مختلفة لديه سرعات مختلفة. فعلى سبيل المثال بالنسبة لكم أنا ثابت لا أتحرك، سرعتي 0 ميل في الساعة الواحدة، لكن بالنسبة لمراقب خارج الكرة الأرضية فإن سرعتي بالنسبة له 1000 ميل في الساعة الواحدة، وذلك بسبب دوران الأرض حول نفسها. بالنسبة لمراقب خارج المجموعة الشمسية فإن سرعتي تبلغ 67000 ميل في الساعة الواحدة، وذلك بسبب دوران الأرض حول الشمس. أما بالنسبة لمراقب خارج المجرة فإن سرعتي تبلغ 500000 ميل في الساعة الواحدة، وهو رقم هائل، ومع ذلك فإننا لا نشعر بحركة الأرض أبدا. فوفقا للنظرية النسبية كل مراقب يشعر بأنه ثابت لا يتحرك. فعلى سبيل المثال هنا أنا في حافلة تسير بسرعة 50 ميل بالساعة، مع ذلك أنا لا أشعر بحركتها أو أرى كل شيء داخل الحافلة ثابت، بينما كل شيء خارج الحافلة في حالة حركة، وأستطيع أن أفعل كل شيء داخل الحافلة كما لو أنها لا تتحرك. فعلى الرغم من حركتي إلا أن قوانين الفيزياء كالجاذبية ستبقى ثابتة بالنسبة لي، لأنني لا أشعر بالحركة بل أشعر بأنني وكل شيء داخل الحافلة ثابت. ومن قوانين الفيزياء الثابتة لجميع المراقبين سرعة الضوء، فالنسبية تقول أن الضوء يبتعد عن أي مراقب بسرعة ثابتة تصل إلى 300000 كيلومتر في الثانية. الآن لنتخيل أن لدينا جسم يسير بنصف سرعة الضوء بالنسبة لكرة حمراء ويطلق ضوء بنفس الوقت، ولنفترض وجود مراقبين أحدهما خارج الجسم والآخر داخل الجسم. المراقب داخل الجسم لن يشعر بحركة الجسم وسيراه ثابتا، وسيرى أن الضوء بعد ثانية واحدة قد قطع مسافة 300000 كيلومتر. أما بالنسبة للمراقب خارج الجسم فسيرى الجسم في حالة حركة بالنسبة للكرة الحمراء، وسيرى بعد ثانية واحدة أن الضوء قطع مسافة 300000 كيلومتر عن الكرة الحمراء، وسيرى الجسم الذي يسير بنصف سرعة الضوء قد قطع 150000 كيلومتر عن الكرة الحمراء. وبهذا المسافة بين الجسم المتحرك والضوء بعد ثانية واحدة بالنسبة للمراقب الخارجي 150000 كيلومتر. هل رأيتم ماذا حدث؟ المراقب داخل الجسم يقول أن المسافة بين الضوء والمركبة بعد ثانية واحدة هي 300000 كيلومتر، بينما المراقب خارج الجسم يقول أن المسافة بين الضوء والجسم بعد ثانية واحدة هي 150000 كيلومتر. فكيف حدث هذا؟ حسنا، دعونا نعود للمراقب داخل الجملة ونرى متى كان البعد بينه وبين الجسم 150000 كيلومتر. سنجد أنه بعد مرور نصف ثانية. بالنسبة للمراقب الداخلي كان البعد بين الجسم والضوء 150000 كيلومتر، لكن بالنسبة للمراقب خارج الجملة فسنجد أن المسافة بين الجسم والضوء أصبحت 150000 كيلومتر بعد مرور ثانية كاملة. إذن كما نرى كل ثانية خارج الجسم تعادل تماما نصف ثانية داخل الجسم، أي بعد مرور 10 ثواني خارج الجسم سيكون قد مر 5 ثواني داخل الجسم.
إذن الوقت بالنسبة للمراقب الثابت خارج الجسم يمر بشكل أسرع من الوقت بالنسبة للمراقب المتحرك داخل الجسم، وهذا هو المبدأ الثاني للنسبية. فكلما اقتربت سرعة الجسم من سرعة الضوء، كلما كان الزمن داخل الجسم أبطأ من الزمن خارج الجسم. وهذا مثال آخر عن تمدد الوقت. لنصنع ساعة مؤلفة من مرآتين بالأعلى والأسفل، ويوجد ضوء ينعكس فيما بينهما. يبلغ طول الساعة 300,000 كيلومتر، وبهذا كلما يصل الضوء إلى أحد طرفي الساعة تدق ثانية واحدة. لنجعل الأمر أكثر إثارة، سنفرض أن الساعة تتحرك بنصف سرعة الضوء. الآن لنفرض وجود مراقبين، مراقب داخل الساعة ومراقب خارج الساعة. المراقب داخل الساعة سيرى أن الضوء يدق كل ثانية أحد طرفي الساعة، ويتحرك بشكل عمودي قاطع عن طول الساعة البالغ 300,000 كيلومتر. لكن المراقب خارج الجسم سيرى أن الضوء لا يتحرك بشكل عمودي، وإنما بشكل متعرج كما هو موضح في هذه الصور. كما نرى، المسافة التي قطعها الضوء بالنسبة للمراقب خارج الساعة تعادل طول الساعة مرتين، وبهذا الضوء عندما يصل إلى المرآة يكون قد دق ثانيتين، لأنه قطع مسافة 600,000 كيلومتر، وهي تعادل ضعفي سرعة الضوء، وليس 300,000 كيلومتر كما يرى المراقب داخل الساعة. إذن الزمن داخل الساعة كما نرى أبطأ من الزمن خارج الساعة، وكلما زادت سرعة الساعة زادت المسافة التي يقطعها الضوء، وبالتالي أصبح الزمن أبطأ حتى تصل الساعة سرعة الضوء، عندها سيتوقف الزمن على الإطلاق. كانت هذه حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم، وكما هو الأمر دائما، شكرا على المشاهدة.